جنيه يلا هوبا. ها يلا نط. الواير ده جامد يا باشا؟ لا طب على خيرة الله. ما التهامي نط قدامك يلا. هوبا يا شيخ حسن. يلا زاهر. مش هقدر مش هقدر. ايه؟ مش هقدر يا باشا. انا عندي فوبيا من الاماكن العاليه، انا لو بصيت تحت ممكن اموت. ما تخافش انا هزقك وغمض عينيك. مش هينفع عشان خاطر يا باشا، انا ممكن اعطل كل الكاميرات اللي جوه البنك واشتغل كمان على الليزر، ممكن اخلص كل شغلي من هنا. طب وهنتقابل ازاي؟ هخلص شغلي وانزل استناكوا تحت معايا. انا ما بحبش القرارات المفاجئه دي. مش قرار والله العظيم يا باشا، عشان خاطري عشان خاطري. طب اسمع، الموبايل ده بيني وبينك بس، خليه مفتوح على طول. ها؟ انا هنط النطه وانت هتفك الواير، والتهامي هيستلموا منك هناك، تخلص شغلك وتستنانا في الجراج تحت. ها؟ اوكي. افتح باب السطوع. حاضر 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 يا باشا. Thank you.
زين. احنا نازلين على الممر اللي فيه الخزنة. بطل الكاميرات. حاضر يا باشا. ايوه زاهر، احنا قدام الباب الحديد اللي بيودع الممر بتاع الخزنه. حاضر يا باشا. أشعة الليزر. محدش يتحرك إلا بإشارة مني. الأشعة دي لو لمست أي حد هتخلص عليه في ثواني. يا خفي يا ألطفتك جدا من المخاوف. الزاهر. إحنا في الكوريدور والأشعة داخلة علينا. حاضر.
بسرعه زاهر. يلا يا زاهر بسرعه. حاضر حاضر حاضر. يا باشا في حد طلع السلم، في حد طلع السلم. زاهر يا زاهر، زاهر قفل الجهاز. الكوره مسكوه يا باشا. محدش يتحرك من مكانه. ناجي باشا، ناجي باشا سامعني؟ انا سامعك يا زاهر. الليزر جاي علينا. ماشي يلا يا زاهر بسرعه. زاهر حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا. ثانيه واحده، ثانيه واحده يا باشا. الليزر جاي علينا. حاضر يا باشا. الليزر داخل علينا يا زاهر. خلاص خلاص يا باشا. يلا اشتغل. بأمر كبير. لو قرار كلام بعدوني مشيهم يساحق لتانو
مسحاق يا لوكي أفل بتسوراك تشاط قشار أني مدبر اتخام منكم هروع دي باب الخزنة. حاضر. حاضر يا باشا. يلا. شايفين المنظر؟ أحلى منظر الواحد ممكن يشوفه في حياته. يلا بسرعة، لازم يبقى بره البنك في أقل من 5 دقايق.
ازاي؟ ازرع جراج، احنا خلصنا الاسدين. يلا. مش جايين نقتل. يلا. بودكين إتهامكم وما عطاو سيبو لخلي سرق إتهاد سادها شنين ما شهو شمع مشهو لطبعي بسيدة من فكيدت زوز من هنا لغزة تلت ساعة ومن الغزة الرفح 10 دقايق في رفح نعبر النفق يعني بعد ساعة هنكون في مصر ومعنا الفلوس دي كلها والطريق ده أمان يا باشا شوف يا زاهر الفلوس اللي معنا دي تأمن أي طريق في عربية قطرانة من بدري يا باشا شكلها كده أمن يا رب منها ابراهيم We'll be right back.
ابو شعلان. ده ابو شعلان يا جماعه. ابو شعلان يا ابو شعلان، انت خليتنا كنا هنقطع الخلف. ابو شعلان الطريق مقطوعه يا ناجي بيك بسبب الانفجار اللي حصل بمبنى الموساد، وهالحين الامن كله مستنفر ومش راح تقدروا ترجعوا غزه الليله. مش هنقدر نرجع يعني ايه؟ واحنا كنا واخدين الفلوس دي من البنك عشان نستثمرها في تل ابيب. مفيش قدامكم الا طريق واحد. اي طريق مش مهم. تطلعوا من هون للبنان، ومن لبنان تدبروا حالكم وترجعوا مصر. طب واحنا ايش ضمننا ان الحدود هناك مش مقفوله برضه؟ الحدود يا ناجي بيك فيها دروب ودهاليز ومسالك صعبه كتير، محدش يعرفها الا الناس اللي عايشين فيها. واحنا هنعرفها ازاي؟ تعال وراي. شوف يا ناجي بيك، هلا رح تطلعوا كلكم من على الجبل هذا ورح تقلبوا للطرف الثاني. بدكم تمشوا 6 كيلو متر بالضبط. لما تمشوا هالستة كيلو رح تلاقوا حالكم داخل الاراضي اللبنانيه، وانتم ماشيين رح تلاقوا في استراحه متواضعه بيقعد فيها السواقين وعسكر الحدود، بيشربوا فيها شاي، بياكلوا، بيعملوا ارجيله. صاحب الاستراحة هي اسمه أبو وهدان، بتقولوا له إنكم من طرف أبو شعلان وهو رح يهتم فيكم ويوصلكم لوسط بيروت، وأنا بالنسبة للسيارة هي رح أتصرف فيها. أنا مش عارف أشكرك إزاي أبو شعلان. نحن أخوة وبين الأخوة ما في شكر. توهمي أمر باشا، هات شنطة فلوس. تحت أمرك باشا. شو هاد؟ شو عم تعمل يا ناجي بيك؟ أنا الله كافيني والحمد لله. ده مش ليك أبو شعلان، اديهم للحاجة فاطمة، توزعهم على أسر الشهداء واللاجئين اللي في غزة، والناس اللي ماشية في الشوارع مش لاقية مأوى، والناس اللي قاعد عشان الحصار الإسرائيلي. مش كده يا أولاد؟ لو عليهم عايزين يدوكوا الفلوس كلها، فهو ده طبيعة الشعب المصري. أشوف وشك بخير. توصلوا بالسلامة. يلا يلا أولاد. الله معكم. يا ابني بتبلبع ايه؟ ده منوم 550 مللي، تاخد واحده تنيمك 4 ساعات و3. امسك خد عشان اصحى الاقي نفسي على طول في مطار القاهره. انا بترعب من الطيارات. زاهر انت ما بتترعبش من ايه يا حبيبي؟ خد جرب واحده. لا مش عاوز يا ابني واحده عشان تصحى تلاقي نفسك في مصر. لا لا نفسي في مصر ايه يا عم، انا محتاج دماغي دي، انا ورايا مشاريع لسه عايز اقعد اوضب فيها. بقول لك ايه يا عبد الجليل، انا بفكر اول ما انزل القاهره اشتري اسهم في البورصه. بص يا ده ابراهيم، بص الولايه الكبيره في السن دي، الاجنه دي، بص لابسه حته دين قميص في سكوز ما اقولكش نضيف، تشم منه ريحه الصابون. ناس عايشه ومدلعه نفسها يا عبد. والله العظيم ثلاثه لما اروح هجيب حته في سكوز زي دي لام الغوالي. ده هيبقى شكله زباله على امك. جرى ايه؟ جرى يا ابراهيم؟ الله ضم عبد الجليل يا ابراهيم، ام الغوالي يا ابراهيم، مالك في ايه؟ الله ايه اللي جرى يعني؟ ده المقص الام بيطيروا ضفيرها كده بالدنيا وما فيها. الله. يعني ايه؟ ايه؟ يعني ايه؟ بقول لك يا ابراهيم ما تخش ست في الحتت دي،
عارف عارف يا شيخ حسن؟ صدق الله. كان نفسي كده اخش على ابني كده بايديا حاجه، يعني اخش بفلتاكور ببربوطه بسكريكش كده، اي حاجه كده اخش عليها بيها. يا عبد الجليل، الحجه اللي انت هتحججها لها دي بالدنيا كلها دي ثوابها وثوابك عند ربنا كبير قوي. اه ربنا يسمع منك يا شيخ حسن. بقول لك ايه؟ رضا الام من رضا الرب، ربنا يبارك لك فيها يا شيخ. يا رب. اسمع عبد الجليل، السوق الحره في مصر فيها كل حاجه، ان شاء الله لما نوصل بالسلامه بخطف لها اي حاجه من السوق الحره. ها؟ اه. اجيب لها قروستين اجنبي. اه برضه تنضف صدرها. هي بتشرب ايه؟ قص. ربنا يخليها لك يا رب. بص بقى، قبل ما احط اللقمه في بقي، ايه الموضوع اللي انت مأجله من اول ما اتعرفنا على بعض؟ وكل ما اسالك عنه تقول لي بكره لما نوصل مصر. ادينا بكره هنوصل مصر، ايه الموضوع؟ بص يا كاميليا، انا كنت بشتغل ملحق اداري في سفريتنا في تل ابيب، قعدت 4 سنين هناك. من اول يوم حطيت رجلي في تل ابيب لا احد يهرب. السيدات والسادة، جاءنا هذا الخبر العاجل. قام 5 من المسلحين يحملون الجنسية الصومالية بخطف الطائرة باترفلاي وهي متوجهة إلى القاهرة قادمة من أربيل، وعلى متنها حوالي 70 شخصا من جنسيات مختلفة. وقد ورد إلينا الآن أن المسلحين 5 قد أرغموا طاقم الطائرة تحت تهديد السلاح على تغيير مسارها والهبوط بها في مطار نائي يبعد عن العاصمة مقديشيو بحوالي 25 كيلومترا، حيث كان في انتظارهم جماعات مسلحة تابعة لهم ومتواجدة على أرض المطار بشكل كثيف. وقد شوهد المختطفون وهم يقتادون الرهائن إلى حافلات تابعة لهم والتي غادرت المطار بسرعة إلى الصحراء في وقت لم تستطع السلطات الصومالية التي طوقت المطار من العثور عليهم. وسوف نوافي حضراتكم بالتفاصيل بعد قليل.
أعلنت جامعة الضمير الإنساني الصومالية مسؤوليتها عن خطف الطائرة باترفلاي والتي كانت متوجهة إلى القاهرة ليلة أمس من أربيل. وتطالب الجامعة الدول التي تريد الإفراج عن رعاياها المحتجزين كرهائن بدفع فدية $1,000,000 أمريكي عن كل رهينة. والجدير بالذكر أنه كان يوجد على متن الطائرة 20 راكبا أمريكيا وأربعة فرنسيين وثلاثة من الصين وتسعة من الألمان وسبعة من الإنجليز وثمانية من المصريين وفلسطينية وفلبينية واحدة. من جانبها نشدت السلطات المصرية المختطفين بضبط النفس وحسن معاملة رعاياها، ولا تزال المفاوضات جارية للإفراج عن الرهائن. يا ساتر يا رب، ايه الاكل ده؟ هما بياكلونا من نفس الاكل اللي هما بياكلوا منه، علشان اللي يخرج من هنا يبقى يقول للعالم عن حاله البؤس اللي هما عايشين فيها. انا حاسس الاكل ده عباره عن صياديه سحالي على براس. دي حلوه حلاوه كبير، الحمد لله، بس يا رب تسد جوعك. انت محسستني كده زي ما بكون بتاكل مهلبيه، يعني جاتوه. فين؟ في الصومال. فين؟ في الصومال. الصومال؟ الصومال؟ بس ما فيش حاجة، ده وضع عبيط، ما فيش أي حاجة خالص. إحنا في الصومال ليه؟ جينا إيه؟ إحنا كل إيه يعني جايين نعمل سفاري؟ أديك شايف السلاح والدنيا اللي إحنا متنيلة بنيلة، ما تفهموا يا شيخ حسن.
نحن لسنا أشرار. We are not bastards. ولسنا عصابة مجرمة أرادت قطفكم وقتلكم. You are not a gangster wanting to hijack you and to kill you. ولسنا لصوص أيضا. You are not thieves. بل نحن ضحايا. لو سمحت، واللي بتعملوه فينا ده بتسموه ايه؟ انا ما صلى على النبي، صلى على النبي، ما في كده معقول؟ دي اصلا وليه مجنونه، ما فيش حاجه. انتم تعتقدون انكم مخطوفون. You think you are under our control. ولكننا في هذه القريه النائيه المختطفون. But in this poor village we are your hijackers. ملقى بنا في العراء لنموت من الجوع والأوبئة والعالم لا يشعر بنا. We are suffering there in desert and the world cannot hear us. وأنتم هنا الآن ليسمعنا العالم كله. And you are here now the world to hear us. لقد طلبنا من حكومة دولتكم أن تدفع مبلغ $1,000,000 للإفراج عن كل واحد فيكم. We ask your government to pay $1,000,000 for every one of you to let you go. ونحن بانتظار الرد. And we are waiting the answer. هو بيقول يا كبير بيعزمنا على فرح بنته واخرس خالص. والله أكلهم حلو هذا عبد الجليل. الواحد ابتدى يستطعمه، هو بس مشطشط شوية. ها؟ هو احنا هنعمل ايه يا باشا؟ هنعمل ايه في ايه؟ في الفلوس، الفلوس في الشنط، والشنط على الطيارة. الشنط الطيارة كلها بياخدوها يتحفظوا عليها وتتحط في الأمانات. إن شاء الله لما نخرج من هنا بالسلامة هنلاقيهم زي ما هم. دلوقتي بقى ناجي باشا أنا عايز أعرف حاجة. احنا ايه اللي معادنا هنا؟ ما ندفع الفدية ونخلص. ايه يعني $1,000,000 لكل واحد؟ اسكت يا زاهر اسكت. لا انا مش هسكت بقى، انا مش عارف ايه اللي جاب المشوار المهبب ده، انا مش عارف ايه اللي جاب دي ايه اللي جاب دي ايه اللي جاب دي ايه اللي جاب المشوار المهبب ده، ايه اللي جاب ده، انا مش عارف ايه اللي جاب دي ايه اللي جاب دي. بقول لك اسكت، انت وديني ابدا اسكت. ما فيش حاجه، ده اصلا حاله عصبيه بيجي له قبل ما يخش الحمام. هو دايما ساعه ما يخش الحمام تيجي له حاله زي دي. ليه؟ لان هو كان متعود ان امه دايما بتخش معاه الحمام لغايه دلوقتي. بس يا ريت تبعته جيب والدته عشان يعرف يخش الحمام. What is your name? Wati. أنا اسمي Wati. تتكلم عربي؟ نعم. ماستر أنا أعرف لغة عربية. تعرفي لغة عربية Wati؟ نعم. أنت كنت مسافرة مصر تعملي إيه Wati؟ أنا أعملي حاجة خديجة. أنا أعملي حاجة خديجة. تعملي عند الحاجة خديجة؟ نعم. دي مصرية؟ لا هي سعودية. سعودية. وإيه يعني اللي مسافرك مصر لوحدك يعني؟ هي ستذهب إلى مصر بعد يومين. هنا هي تسكن في فيلا، لكن أنا أذهب قبلها لتنسي فيلا. دلوقتي الحاجة خديجة هتروح تلاقي فيلا مش نظيفة، هتطين عيشتك. هي لا تصدق أنني مكتوفة، هي تقول دائما أنني كاسبة، لازم أحد منهم يقول لي حاجة خديجة، أنا مكتوفة. لا صعبة ولا يهمك. إن شاء الله قبل ما نمشي من هنا هكلم الزعيم بتاعهم يديك ورقة إن أنت كنت مخطوفة. ها؟ ياتي؟ واتي؟ واتي.
morning, sir. We have the money. فين الأمريكان؟ Where is the American? انتوا أحرار، يلا. So you can leave, you are free now. You are free, go. يلا كفارة، عقبالنا. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. الأمريكان دفعوا الفدية وجم ياخدوا الرعاية بتوعهم. فلوسهم حضر الأمريكان دول. يا سيد أشادة، بعد إذنك يعني هما ال أنتوا مش بعتوا للمصريين قلت لهم إن في رهائن مصريين عندكم هنا ولا أنتوا نسيتوا؟ بعتنا. بعتوا وطلبتوا برضو مليون دولار على كل واحد فينا؟ بالتأكيد. على خيرة الله، على خيرة الله. هو تلاقي بس الحكومة تعمل مشاورات بس أنا تلاقيها وصلت لرئيس الحكومة، رئيس الحكومة عمل لجنة واللجنة عملت طبعا لجنة تانية، بس كان فيها اعتراض تلاقي مثلا لأن عندنا اللجان يعني شوية، بس هيوصلوا الحل إن شاء الله، مش هيسيبونا يعني بإذن الله. ف يعني مش عارف أنت بتبص على إيه؟ بتبص على إيه؟ الراجل واقف وانت متنيل على عين اهلك ومخطوف، بتبص على ايه؟ اصل الحبايه السمراء دي بيبقى لها طعم تاني خالص. مين؟ الحبايه السمراء. حبايه السمراء دي ايه؟ حبايه السمراء دي ايه؟ فين الناس الفرنسيين؟ So where is the French people? انتوا أحرار، يلا. So you are free now, go. مع السلامة مسيو فردون. نشوفك في ظروف أحسن إن شاء الله. باي باي. باي باي. باي باي. باي باي منال، باي باي. الفرنسيين دفعوا الفدية، تلاقي الدنيا كانت مقلوبة على الناس دول هناك. ده ساركوزي ممكن يتشال فيها. من فضلك يا حاج لو سمحت يعني مفيش حد اتكلم من مصر؟ لا. ولا ادولك رنه؟ ايه؟ رنه؟ لا. هما هيكلموك بس اصل الشبكه عندنا ساعات بتقع، مرات كتير تقع يعني.
وقد قام الاتحاد الأوروبي بدفع الفدية لكل من الرعايا الإنجليز والفرنسيين والألمان، وتم الإفراج عنهم ووصلوا إلى ذويهم سالمين. وأكد مصدر مسؤول أن الصين قد أرسلت من يتفاوض مع الخاطفين لدفع الفدية في صورة بضائع صينية ترسلها الصين إلى الصومال للإفراج عن رعاياها الصينيين المختطفين بالصومال. مستر ناكي، الناس أصحاب، مع السلام. والله بنت حلال الحاجة خديجة، شوفي جاية من آخر الدنيا عشان تدفع لك الفدية، أصل كمان في أزمة شغالين الأيام دي. إن شاء الله أنت ستخرج من هنا بسلام. مع السلامة. مع السلامة، كل شيء بأوان. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. بقول يا حاج، ما حدش يتكلم من مصر. لا. أصلهم ممكن يدفعوا لك بالتقسيط، ده نظام عندنا يعني. إيه مالك؟ متضايق يا باشا. متضايق من إيه؟ أول مرة في حياتي أشوفك متضايق. أصل دي أول مرة يجي وما يجيبش أجوجا معاه. ما يجيبش مين؟ أجوجا. أجوجا مين؟ بنته. هي بنته اسمها أجوجا؟ آه. وأنت عرفت اسمها منين؟ مفيش، كنت واقف بشرب سيجارة مع الحرس فحكالي على كل حاجة. تشرب سيجارة مع الحرس؟ سيجارة؟ طيب امشي من قدامي. إيه؟ امشي من قدامي. احنا في ايه ولا في ايه؟ الله يخرب بيتك يا ابراهيم. السيجارة. خلاص صفصفت علينا احنا، كل الدول دفعوا الفدا وخدوا رعاياهم الا احنا. ما تقف على جنب، خد لك جانب يا اخي. خيلتني ايه يا ناجي باشا؟ عايز اخش الحمام. ما تخش حتى على الشك. ما ابراهيم جوه بقاله ساعه. وبيعمل ايه جوه؟ اسمعني بقى يا ناجي باشا. عايز ايه؟ احنا قاعدين هنا بنعمل ايه؟ احنا ندفع الفديه ونخلص، احنا معانا فلوس كتير قوي، حد منهم يجي معانا المطار نديله فلوس ونمشي. نعم يا اخويا، احنا كنا شفنا الويندا كله عشان في الاخر نديها لدول. عليا الطلاق، ما ندفع ولا مليم، وبدل احنا ما نتثبتش في اي حته كده سمعتي تتهز في المنطقه. اصبر اصبر يا زهر، اصبر. مصر مش هتسيبنا اذا كان الحاجه خديجه جت دفعت الفديه وخدت الشغاله بتاعتها. انت عارف بس في مصر الاجراءات بتاخد وقت شويه. تاني تاني يعني الفلوس ولا حياتنا؟ لو كنا سالنا نفسنا السؤال ده من الاول ما كناش عملنا اللي عملناه. ناجي، فلوس ايه اللي بتتكلموا عليها دي؟ لا ده اصل يعني زاهر جات له حاله عصبيه، خايف ينام يصحى يلاقي نفسه في الهند. استعدوا، سيتم الافراج عنكم. ايوه هي الحكومة المصرية أرسلت مندوب بالفدية.
بقول لكم ايه يا جماعه، انا بفكر افتح قريه في الساحل الشمالي واسميها اجوجا بيتش، ايه رايكم تخشوا معايا شركه؟ ايه رايك يا تهامي تخش معايا؟ لا معلش يا عريس، ابعدنا انا عن السياحه ما بفهمش فيها، خليني انا في الجيم، انا هعمل اكبر جيم في الشرق الاوسط. بقول لكم ايه، ما تخشوا معايا في المول الاسلامي اللي انا هعمله ده، دي حاجه رزقها حلال وربنا هيبارك لنا في الرزق ده. يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده عول وكره سايحه، مالكوا كده في يا جماعه؟ ما فيش غير المطاعم بتاعت الفول والطعميه هي اللي بتكسب اليومين دول. انا اول ما انزل على طول هقوم فاتح مطعم للفلافل واسميه فلافل ام الغوالي، واقوم جايب ام الغوالي ذات نفسيتها قاعده على الكيس تلم الغله. اه والله ما حدش فيكم خالص فكر في التكنولوجيا كده خالص. انا هعمل مول كمبيوتر وسوفت وير على اعلى مستوى. اعلى مستوى ايه؟ بقول لك يا حسين خش انت معايا شريك. لا يا عم افتح لنا، خلاص لقيت الشريك اللي كنت بدور عليه. نحنوح قوي، نحنوح قوي. ما انا كمان لقيت شريك يعني. ايه يا عبد الجليل؟ ايه يا عبد الجليل انت تعبني من ما تيجي تقعد هنا؟ عايز تيجي تقعد هنا؟ بس بقى يا اخي، بس بقى عرفتنا بقى، عرفتنا بقى، عرفتنا بقى. بس لا لا سكرت موس. اه الشنطه اهي يا باشا. الله بقول لك يا كبير، ما يكونش حد هبق عليها وفتحها ولا حاجه. الله العظيم الناس دي ربنا يبارك لها ويبارك فيها، الشنط وصلت ومحدش لمسها، هي دي الامانه يا جماعه. ما الطيارات لما بتتخطف في الشنط بتتحط في مخزن الامانات وتتقفل عليها بالشمع الاحمر، لا يمكن تتفتح ابدا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. استنوا. خير يا باشا؟ في حاجة؟ الفلوس دي مش هتروح مصر. الفلوس دي هتستنى هنا للناس اللي محتاجينها. انت بتقول ايه يا باشا؟ تستنى فين؟ هنسيبها للناس اللي بتموت من الجوع، هم اولى. يا كبير ما هو لمؤاخذة برضه مصر فيها ناس برضه بتموت من جوع. بلدنا برضه فيها خير يا عبد الجليل، ما حدش فيها بينام من غير عشاء. لا أنا ماليش دعوة بقى بالكلام ده خالص. ده مش قرارك لوحدك يا باشا، ده احنا كلنا شركاء. عايز تتبرع بفلوسك أنت حر. هذه غنيمتنا يا باشا والغنيمة حلال. إزاي يا باشا نفرط في الفلوس بعد الشقة اللي احنا شفناه ده كله؟ ده احنا متنا. بعد كل البهدلة اللي بهدلناها والتعب اللي تعبناه يا باشا، عايز نسيب فلوس؟ نسيب حقنا؟ آسف يا باشا. صحيح يا باشا، طالع العملية دي ومش فارق معايا الفلوس، بس دلوقتي الفلوس تحت ايديا واقدر احقق كل احلامي، ليه عايز تحرمنا منها؟ لو طلعتوا بالفلوس دي الطيارة انا هبلغ عنكم. بحبك يا نيكي. اسكت انت، انت اللي بوظت دماغه من ساعة ما شاف. بلاش تقولك لسان ابراهيم. انت فاكرنا ايه؟ لعبة بتحركها بايدك تقول لنا نسرق نسرق، رجعوا الفلوس نرجعها؟ الفلوس دي مش هتتحرك من هنا. انا على جثتي لو فرطت مليم واحد. انا كمان استحالة افرط مليم بالفلوس دي يا باشا. هيبقى جواز ولا شغل ولا فلوس. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا جماعه يا جماعه، ده شيطان ودخل بينا. خلاص يا باشا خد جزء وسيب لنا الباقي. انت اكتر واحد عارف ظروفنا، ليه عايز تعمل فينا كده؟ الفلوس لو طلعت الطياره انا هبلغ عنكم. ناجي معاها الفلوس دي لازم تروح للي احق بيها مجنون. انا هي اللي سوري جنني انت جدعان ولا ايه؟ الله ما تخش علي بنتك يا حسام. اسكت انت لما الرجاله تتكلم. انسى دخلت اهو ما عادش وضع عليها. جريان ضال، انت فاكرها لعبه؟ انا ظروفي زي الزفت في مصر، هتصرف عليك منين؟ حسام يا انا يا الفلوس. انا عارفه ان المبلغ كبير جدا، بس انت احسبها كويس قبل ما تاخد قرارك. انا عارف قد ايه انتوا تعبتوا واتبهدلتوا عشان نرجع بالفلوس دي مصر، واكيد الفلوس دي كان ممكن تحقق لكل واحد احلامه اللي كان بيتمناها، بس في ناس هنا مش قادره تحلم، مش لاقيه الحلم، طحنهم الجوع والفقر والمرض.
أعتقد إن الفلوس دي ممكن تحللهم جزء صغير من مشاكلهم. أنا عارف إن القرار صعب وأنا واثق فيكم، وعارف إن جوه كل واحد منكم قلب طاهر ونفس طيبة. أنا معاك يا باشا، حتى الواحد ما يأمنش على نفسه والفلوس دي كلها معاه. يجعلهم في ميزان حسناتنا، وهي صدقة كبيرة تمنع بلاوي كثير. تخيرك عليا يا باشا، أنا غلطان، أنا معاك يا باشا. أنا كنت عايز أحجج أمي يا كبير، بس انا كنت نادرها يعني. هنحججها لك يا عبد الجليل. يعني أنا اللي هطلع نادل في الآخر؟ خدهم يا باشا، الفلوس دي منظورة من الأول، كل الفلوس رايحة لأهلي، كلمة في شقة في عربية بالجزمة. اوعى كده لما أبوس الباشا. تعود إن شاء الله. جمالية، أنا عايز الفلوس دول يروحوا للناس دول، ما يروحوش للناس دول وينهبوهم دول ويخنصروا منهم دول، ها؟ أنا عارفة حوديهم فين بالظبط. وقد تم الإفراج عن الرهائن المصريين المختطفين في الصومال وعادوا سالمين إلى البلاد، وهذا بفضل الدبلوماسية المصرية الحكيمة. بقول يا ناجي باشا، هو احنا خلاص كده مش هنشوف حضرتك تاني؟ ازاي بقى؟ هتشوفوني طبعا، مش بقول هسيبكم. انا عندي شويه مدخرات، هعمل شركه سياحه وهنشتغل فيها كل يوم. انا معيش فلوس، حد يدفع؟ حاضر. طبعا حاضر. فلوس فلوس فلوس. معانا طبعا اكيد. فلوس فلوس.
بقول لك يا كبير ما نجري. يا ريس معلش خد الساعة دي خليها عندك لغاية ما نجيب لك بقية الفلوس. ده كلام يا باشا؟ ما يصحش يا باشا الكلام ده يا باشا. معلش خليها هنجيب لك الفلوس بكرة. بالهنا والشفا يا باشا، ليلتكم زي الفل. مع ألف سلامة. أنت راجل جميل. ربنا يخليك يا باشا، اتفضل. مع السلامة. ألف سلامة. مع السلامة. اتفضل. Ha 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 ha!